يلا يا حلوين، تعالوا اشتروا الكنز السحري. يلا يا حلوين، يلا يا حيوانات الغابة. يا تنت نعمة، يا تنت نعمة، أنا عايز كنزية سحرية يا تنت نعمة. حاضر يا أرنوب، أنت عايز أنهي كنزية؟ ها أنا عايز سبايدر مان الأسود يا تنت نعمة. طيب يا حبيبي، خد أهي الكنزية، سبايدر مان الأسود. دي طعمها جميل خالص. ها ايه ده، ايه ده، ها انا اتحولت وبقيت سبايدر مان الاسود. الله، ها انا هروح العب مع اصحابي واعرفهم ان انا بقيت سبايدر مان. شكرا يا طنط نعمة. ها روح يا حبيبي، روح وري اصحابك وما تتاخرش عليا عشان انا عايزه الفلوس. انا جاي لكم يا اصحابي عشان تشوفوني وانا سبايدر مان. انا الارنوب الجميل اللي بتنطط وباكل جزر، بقيت سبايدر مان. ها انا مبسوط خالص يا اصحابي. هي يلا يا اطفال يا حلوين، مين اللي هيشرب الكنز الجميل؟ الكنز اللي على اصحابنا الابطال الخارقين. يلا يا حلوين، يلا مين هيشتري؟ مين هيشرب الكنز الجميل؟ عندي هالك، وعندي سبايدر مان، وعندي الكينج كمان. يلا يا حلوين، يلا يا اصحابي، اعملوا لي لايك واشتراك للقناة. شايفين الايد اللي تحت الفيديو؟ اعملوا لها لايك، وانا مبسوطة جدا عشان كل اصحابنا هيجوا يتفرجوا علينا ومعانا الكنز الجميل. يا طنط، يا طنط نعمة، انا عايز كنزية حلوة قوي عشان اتحول لبطل خارق. طيب حاضر. قولي يا دباديبو، عايز كنزية بطعم ايه؟ انا عايز كنزية بطعم هالك، انا عايز البيبسي، انا بحب البيبسي جدا وبحب اكون هالك، اصلا انا ضخم فقلت بقى لازم ابقى هالك. طبعا طبعا يا دباديبو، يلا خد الكنزية وبالهنا والشفا عليك يا دبدوبي. شكرا يا طنط نعمة الله، ده انت نعمة الله والاجر على الله. هم نم 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 هم نم نم نم. ايه ده، ايه ده، ايه ده، يا حلاوة يا حلاوة، انا بقيت هالك القوي والشجاع. شفتي يا دباديبو، يلا روح بقى لاصحابك ووريهم شجاعتك وحلاوتك. متشكر يا طنط نعمة الله، انا هجيلك تاني اما اروح بقى اظهر قوتي الخارقة. بالهنا والشفا يا دبدوبي، اوعى تنسى الفلوس. طيب طيب يلا يلا الكنز السحري، يلا الكنز عشان تبقوا أبطال خارقين. تعالوا يا حلوين، تعالوا اشتروا، تعالوا اتفرجوا، تعالوا تحولوا. ازيك يا طنط نعمة الله، ازيك يا سلحوفة، عاملة ايه؟ انا عايزة اشوي بس رمان عشان ابقى اي رمان. طبعا يا سلحوفة، انا هديك شويبس رمان عشان خاطر تجري بسرعة بدل ما انت بطيئة كده جدا. متشكرة خالص يا نعمة الله، هاتي اشرب بقى عشان انا عطشانة جدا والجو حر النهاردة قوي. اتفضلي يا سلحوفة. هم نم 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 نم. الله، انا بقى شكلي حلو خالص وعندي قوة خارقة وكمان عندي قوة، يعني ممكن اهد العالم ده كله. انا مبسوطة. انا همشي بقى يا نعمة الله عشان انا راح انقذ اصحابي واشوفهم عايزين حاجة انقذهم من الحيوانات المتوحشة. طيب روحي يا سلحوفة وما تنسيش تجيب الفلوس. يلا يا اصحاب الحلوين، اعملوا لي لايك واشتراك للقناة. يلا يلا الكنز الحلو، الكنز السحري، يلا يا حلوين، يلا يا طعمين تعالوا اشربوا. ها ازيك يا طنط نعمة الله، انا عايز اتحول لبطل خارق، يمكن اكون طيب شوية.
طبعا يا ثعلب يا مكار، قولي عايز كنزية بطعم ايه. بقولك ايه يا نعمة الله، انا عايز سبايدر مان الاحمر، يمكن اطلع طيب وانقذ الحيوانات بدل ما انا مكار كده وممكن اكلهم. طيب، بس اوعى تطلع مكار وما تدفعليش الفلوس يا ثعلب يا مكار. ما تقلقيش يا نعمة الله، ده انا الثعلب المكار، يعني طبعا هضحك عليكي ومش هدفعلك. بقولك ايه، لو ما دفعتش الفلوس مش هديك حاجة. ما تقلقيش، بس اديني سبايدر مان بسرعة. اتفضل يا ثعلب يا مكار، هاتي هاتي. هم نم 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 هم نم 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 ها الله، ده انا بقيت سبايدر مان بصحيح. ايه ده، وحاسس كمان ان انا طيب، ده انا وكمان عايز انقذ الناس. انا مش مصدق عينيا يا نعمة الله، بقى انا بقيت طيب. طب سيبيني بقى عشان اروح انقذ الحيوانات بدل ما ثعلب غيري يروح ياكلهم هم المم. بسرعة بسرعة يا ثعلب يا مكار، انقذ اصحابك الحيوانات وتعالى لي ادفع لي الفلوس قبل ما ترجع تاني مكار. انا هروح يا نعمة الله، انا سامع حيوان بيناديلي، انا كده سامع صوت الفيل بيقول لي انقذني يا ثعلب يا سبايدر مان. بسرعة بسرعة روح يا ثعلب يا مكار، روح بسرعة انقذ الفيل. طيب، يلا يلا الكنز السحري، يلا يا اطفال يا حلوين. هي طنط نعمة الله، بقول لك ايه، انا عايز كنزية الغوريلا دي عشان ماما بتقولك عايزه تخوف بابا بيها بالليل وعايزاني اخوفه لها. طبعا يا سيمبا، هو انا يعني في ديك الساعه لما تخد كده ملك الغابه الاسد سيمبا. خد يا سيمبا، يلا اشربها بسرعة وتحول للغوريلا، خلينا نضحك كده على سيمبا. هاتي هاتي يا طنط، خلينا اشرب. هم نم 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 نم. ها ايه ده يا سيمبا، ده انت بقيت الكينج المتوحش. يلا، روح بسرعة وري ماما كده وخليها تخد بابا. طبعا، انا متشكر جدا يا طنط نعمة الله، وبتعالي بقى خد الفلوس من ماما. ولا يهمك يا حبيبي، خد انت بس بابا وبقى هروح اخد الفلوس. يلا. وبكده تكون خلصت حكايتنا. ما تنسوش يا اصحابي الحلوين اعملوا لي لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل حواديتي الجديدة. باي باي.